من ملكة كمت عن خأمون إلى ملك الحيثيين، أكتب إليك هذه الرسالة بعد وفاة الملك توت عنخ آمون، وأطلب منك أن ترسل إلي واحد من أبنائك للزواج مني وتنصيبه ملك على كمت. في انتظار الرد، ملكة كمت عنخ آمون. ضحكت عليهم مرة كمان، خليهم هم يشوفوا مين اللي هيحكم، وانا اروح اشوف كنوز الملك توت حبيبي دي في زماننا لا تقدر بثمن، بس انا هقدرها واقبض الثمن. تقدر تقول لي حسني راح فين؟ تلاقيه بيشوف حاجه ياكلها، ما انت عارفه. انت مخبي حاجة يا يحيى؟ ولا مخبي ولا حاجة. المهم دلوقتي ايه موضوع الرسالة دي؟ دي رسالة من زوجة الملك توت لملك الحيثيين. معقول ده يحصل؟ شخص يجي من برة يحكم؟ مستحيل شعب كيمت يوافق، واكيد حور محب هيكون له تصرف في الامر ده. هو عرف بامر الرسالة؟ لسه. انا لازم اجيب الرسالة دي يا سيمي. ليه؟ هتعرف بعدين، بس دلوقتي لازم ناخد الرسالة. في ضيف عاوز يقابلك يا سيدي. قالك بخصوص ايه؟ ما قالش، طلب المقابلة وأكد انه أمر خطير. خليه يدخل. أمرك يا سيدي. سيدي القائد في انتظارك. كائن غريب. أنا أول مرة أشوفك. أنت مين؟ وإيه الأمر الخطير اللي قلت للحارس عليه؟ أنا واحد من شعب كيمت المخلصين. أما بالنسبة للأمر الخطير فهو شيء بيهدد مستقبل البلاد. إيه؟ مستحيل أي شيء يهدد كيمت وأنا موجود. قول اللي عندك بسرعة. مستحيل. الرسالة دي جبتها منين؟ وقعت في ايدي بالصدفة. المهم دلوقتي انت هتتصرف ازاي؟ هتسيب كيمت يحكمها شخص غريب؟ يا حارس. امرك يا سيدي. بلغ الملكة عنخ آمون اني لازم اشوفها ضروري.